بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا اصدقاء؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل كفتة الفراخ بمقادير بسيطة متوفرة في كل بيت، طعمها ان شاء الله هيعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات. انا جبت 400 جرام صدور فراخ، فرمتها، بصلة صغيرة مبشورة بدون المية بتاعتها، والمية بتاعتها هنستخدمها في التصبيع، معلقة كبيرة فلفل أحمر ألوان حلو، خمس أو ست عيدان بقدونس. اللي شاف الوصفة بتاعت شيش كباب الكفتة هيعرف ان انا مش بحط البقدونس أبدا في الكبة واطحنها مع اللحمة أو الكفتة، لأن هي بتغير الطعم وبتعمل مرارة في الكفتة وبتغير الطعم. توم بودر، ملح، كمون، فلفل اسود، بشر نص ليمونة، والليمون هنا بيديها مزازة وبيديها نكهة جميلة وبيشيل اي زفارة في الفراخ. معلقة ونص لية خروف، انا كان عندي لية يعني كمية صغيرة جدا فحطيت معلقة واحدة بس، لكن لو تحبوا ممكن تحطوا معلقة ونص او معلقتين. وبعدين خلطت الخليط كله في بعضه وحطيت معلقة فيجيتار او خلطة كفتة، او اللي مش عنده خلطة كفتة او الفيجيتار ممكن يحط بقسماط. وبعدين حطيت الخليط يستريح شوية في التلاجة ساعة، ونبتدي بقى التصبيع. اللي بصبع بيه هي مية البصلية الصغيرة، وحطيت عليها معلقة سكر، وحطيت ملح، وحطيت زيت، وحطيت معلقة طماطم، وهو ده الشكل النهائي بعد ما احنا صبعناها. بالنسبة للعيدان احنا بنكون منقعينها قبلها بساعتين علشان ما تتحرقش ونقدر نغسلها ونستخدمها تاني. علشان ما كانش عندي ليا كتير فحطيت يعني ليا وحطيت دهنة في نفس الوقت علشان احمر بيهم الكفتة. عملت مع الفراخ الرز المبهر، وده الشكل النهائي. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها وتكتبولي في التعليقات انكم جربتوها ورأيكم. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل وصفاتي الجديدة واي حاجة احطها بإذن الله. وبالهنا والشفا عليكم مقدما يا اصدقاء.